الطلب الرابع غالبا الحماس بالمدرجات بيعطي روح جميلة، لكن زيادة الحماس بيخلق تعصب وكمان شغب، وممكن يودينا لمنطقة صعبة يعني عنف، بالتالي بيكون في ضحايا. هلا ممكن تدهور الأمور لدرجة الوفاة، وهالإشي بحول الإنسان من مشجع مسالم إلى هوليغانز دموي. أكيد سمعتوا بهالمصطلح الهوليغانز، ولكن خليني أشرح لكم بسرعة وأحكي لكم قصته. هلا يا سيدي العزيز، الموضوع بدأ من أيام الملك إدوارد الثاني. حضر كرة القدم في إنجلترا بسبب الشغب. أيامه بدت القصة. الحكي سنة 1314، واللي خلاه يمنع كرة القدم هو أنه صار شغب كبير وسقوط قتلى في مباريات كانت تقام بين القرى، وكانها حرب تحت اسم كرة قدم. وبعدين تغيرت الأمور وتولى الملك إدوارد الثالث الحكم، وبعد 3 سنوات يعني 1327 رجع كرة القدم عشان يلهي الشعب عن المشاكل على أمل يبطلوا يفكروا بالسياسة. مين طفى المكيف شباب؟ شغل المكيف. من يومها للأسف عمل الهوليغانز مجازر في المباريات، مباريات كرة القدم. عشان هيك كمان الملك إدوارد الثالث راح جرم لعبة كرة القدم سنة 1349 بعد حوالي 22 سنة من إلغائها أول مرة. والله كله شغال عندي أنا. هلا مرت الأيام، وبعد الحرب العالمية الثانية الناس كان عندهم طاقة للعنف مش طبيعية، وبدأ المشجعين بكل نادي إنجليزي يتجمعوا مع بعض ويسموا أنفسهم باسم مرتبط بفريقهم. يعني اللي بيشجع ليفربول فريق أبو صلاح اسمهم الريدز، واللي بيشجع مانشستر يونايتد اسمهم الجيش الأحمر، وجماعة ريال مدريد اسمهم جماعة المارينجي، وبرشلونة اسمهم البراشل. بصراحة بيني وبينكم هذا الأخير من عندي أنا اللي سميتهم. خلينا نروح نستكشف أنا وياكم شو عمل فريقي من وراي، عفرة ومعاذ ورندا وسعد وأب دب عفرة. تفضل عفرة. هلا كابتن لطفي، الصراحة اللافت كان عدد الضحايا اللي وصل لأكثر من 120 قتيل، وهالشي محزن جدا. بعد شوي رح نستعرض أشهر الحوادث على مر التاريخ. تمام عفرة، للأسف الناس بتروح تشجع وتستمتع بكرة القدم بنتهي فيهم المطاف في المقابر أو المستشفيات. وكمان غير إندونيسيا بعالمنا العربي، ومش من زمان كثير سمعنا عن قصص بأكثر من دولة عربية، قصص محزنة حقيقة. معاذ، غير الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، وين رح تأخذنا؟ تفضل. قصص كثيرة حصلت في الملاعب العربية كابتن لطفي، في المغرب وتونس ومصر مع أندية كبيرة وعريقة، برجع لكم بالتفاصيل خلال الحلقة. شكرا معاذ. أنا شخصيا ما بنسى حادثة استاد هيسل في بروكسل في نهائي بطولة الأندية الأوروبية أبطال الدوري سنة 85 بليفربول يوفنتوس. على العموم حلقتنا اليوم فيها كثير تفاصيل تحت عنوان واحد، هو شغب الهوليغانز في الملاعب. راجعين. رجعنا سوا. بدي رحب بضيوفي من فلسطين الناقد الرياضي إيهاب أبو مرخية، ومن فرنسا الإعلامية الرياضية ليلى قري. أهلا وسهلا. يعطيك العافية وتحية رياضية. نورتونا. خلينا نحكي لك من بريك رائع. أهلا وسهلا. هلا ابقوا معنا قبل الحوار، خلينا نحكي شوي بس عن نشأة الهوليغانز وأقصى العقوبات اللي تعرضوا لها في أواخر القرن 19. ظهرت مجموعة من المشجعين في إنجلترا وبدأوا يطلقوا على أنفسهم أسماء غريبة، وبما أنه إنجلترا كانت وما زالت تتصدر قائمة الدول في شغب الملاعب، رح أعطيكم بعض الأرقام الصادمة بناء على دراسات أجريت مؤخرا. نتابع مع بعض. طبعا الأرقام مخيفة، بنحكي عن ارتفاع بنسبة 60% في إنجلترا وويلز مؤخرا. أبدأ بالكابتن ليلى ليديز فيرست ونقول لك، أي جمهور بتشوفي أنه بيستحق لقب أعنف جمهور في العالم؟ اليوم يمكن القول أن أعنف جمهور هو جمهور هوليغانز في إنجلترا، لكن قبل ذلك كانت هناك جماهير عنيفة يعني تطورت مع تطور الرياضة ومع تطور المنافسة الشديدة على أرضية الميدان أو على المستطيل الأخضر. ربما بدأت بالبرازيل كما تعلم كابتن، أن هذه الجماعات يعني جماعات تشجيع أو الهوليغانز أو إلى ذلك، أو كما تسمى مجموعة الأولتراس، ربما بدأت في البرازيل في الأربعينات، في الأربعينات من القرن الماضي. لذلك اليوم يمكن القول تطورها من البرازيل إلى إلى كرواتيا، إلى الاتحاد، إلى سلوفينيا، بعد ذلك وصلت ربما إلى إنجلترا. ما
بروح الكابتن إيهاب أبو مرخية الناقد والمحلل الرياضي. كابتن إيهاب، على المستوى الأوروبي هل الجماهير الإنجليزية الأعنف ولا في جماهير تجاوزتها؟ دائما ما نتابع هناك حالات من العنف الجماهيري عند الجماهير الإنجليزية، فأعتقد بأن الجماهير الإنجليزية هي الأعنف وهي من تستحق فعليا يعني أن تكون الأشرس في المدرجات وخارج المدرجات. بالنسبة لمصطلح الهوليغانز، هذا المصطلح تم استخدامه للمرة الأولى من قبل الصحافة الإنجليزية لوصف التعصب والشغب، وهذا كان عند فئة معينة من المشجعين بعد الحرب العالمية الثانية. للأسف هاي الظاهرة وصلت للمنطقة العربية وسمعنا عن حوادث مؤلمة راح ضحيتها مشجعين أبرياء، وأكثر ما يؤلمني شخصيا هو الطفل الأردني حسن أبو رمضان. خلينا نتذكر قصته مع رندا الحديدي. من وقت ما أصبحت كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم، بدأت باستقطاب المشجعين يوما بعد يوم على مر السنين. هذه التسمية مشجعين تطورت لتصبح مجانين أو مهووسي الملاعب وأحيانا قتلة، وتحولت الفرحة بالفوز إلى مواقف دموية، وصار الخلاف ليس فقط بين المنتخبات والأندية ولكن بين الدول كمان. بلدان العربية لم تنجو من هذا المرض، وتابعنا نهاية عام 2022 وفاة الطفل الأردني حسن أبو رمضان نتيجة أعمال شغب حدثت عقب انتهاء مباراة الوحدات والفيصلي ضمن كأس الأردن. حادثة مأساوية نتمنى أن تكون الأخيرة في وطننا العربي. الله يرحمه. طبعا الاتحاد الأردني لكرة القدم تدخل بعد هالحادثة وقرر إقامة مباريات الفريقين بدون جمهور. أيامها يعني هذا الحكي كان في نهاية العام الماضي 2022. برجع لضيوفي، هاي الحادثة بتبين أنه في خلل كبير في التشجيع بعالمنا العربي، وخليني أرجع لإيهاب حول هذا الموضوع كونه قريب من المنطقة. يعني بكل تأكيد حادثة مؤلمة، إحنا نترحم على هذا الطفل، وأكيد إحنا يعني نرفض ما يحدث في ملعبنا العربية وأن ينتقل الشغب الجماهيري. لكن بدي أعقب سريعا أنه فعليا إحنا ما وصلنا لهذه المرحلة بملاعبنا العربية، يعني ما وصلنا لنشوف هذا الشغب اللي بالصورة اللي بنشوفها بالملاعب الإنجليزية بتاريخها، اللي بنشوفها بأمريكا الجنوبية. هذا الأمر لا، إحنا حتى الآن لم ننتقل منه. إحنا الحادثة كانت الأكبر في المنطقة العربية هو في عام 2012 ما حدث بين الأهلي المصري والمصري البورسعيدي. هاي كانت الحادثة الأبرز. بالتأكيد حنرجع نتكلم. هلا إلى جانب اللي حصل في الأردن، في كثير حوادث وأعمال شغب صارت في عالمنا العربي، خلونا نتذكر بعضها والأشهر بينها من المغرب العربي. تفضل معاد. القصص كثيرة كابتن لطفي، قد يكون أبرزها حادثة السبت الأسود واللي جمعت الرجاء البيضاوي وشباب الريف ضمن الدوري المغربي لكرة القدم. هذه الحادثة أسفرت عن مقتل 2 وجرح 50. أيضا مباراة شهيرة بين مصر والجزائر في أم درمان بالسودان في تصفيات التأهل لكأس العالم 2010، فازت فيها الجزائر وتأهلت للنهائيات، ولكن هذا التأهل نتج عنه أعمال شغب وضرب بين الطرفين. أيضا حادثة ملعب بورسعيد في الأول من فبراير عام 2012 ضمن الدوري المصري، نتج عنها 72 قتيل من جماهير الأهلي، أغلبهم أصيبوا بتهشم في الجمجمة نتيجة لسقوطهم من المدرج. أخيرا نادي الزمالك راح 22 من مشجعي ضحايا نتيجة حادث تدافع مع جمهور فريق إنبي في فبراير 2015 ضمن الدوري المحلي. أرجع لك كابتن لطفي. شكرا معاذ. بصراحة شكله للأسف الخسارة ما إلها وجود بقاموس المشجع العربي ولا غيره، دائما يرى الفوز من خلال فريقه. هلا أروح كابتن إيهاب، صرنا نشوف المشجع حكم بلا صافرة، مدرب بدون حقوق بحط نفسه مكان الحكم أو المدرب وبصير يعترض على الحكام وبرفض التغييرات، شو رأيك؟ فعليا بالفترة الأخيرة إحنا بنشوف إنه مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإلكترونية أصبحت هي نقطة تحول بالنسبة للمشجع، فأصبح إنه الاستوديوهات التحليلية والجمهور أمامه مجال متاح ليبدي رأيه في الخطة وفي طريقة اللعب وفي ورأيه حتى في مستوى التحكيم ورأيه في التصويت لمن لمستوى التحكيم وللمدرب وعلى مستوى اللاعب. فأصبح الأمر يعني بأنه المشجع ما يتابعه في البيت ويتعامل معه على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح يحاول تنفيذه أيضا وتطبيقه على أرض الواقع بالمدرج. بنشوف إحنا وتحدث هون عن ملاعبنا في المنطقة العربية، تلاقي المشجع واقف في المدرج ومصيح ويعني بيعطي تعليمات للمدرب وكأنه يعني وكأنه مدرب أو لاعب
100%، يعني وهذا الامر نعم. بالفترة الأخيرة شفناه بشكل كبير جدا. إيهاب، يعني طرحت نقطة في غاية الأهمية. أنا بدي أسأل ليلى إنه كيف ممكن نوقف الهوريجانز، ويا ترى برأيك الإعلام له دور زي ما طرح إيهاب إنه الاستوديوهات التحليلية والتحفيز والمعلقين بيثيروا الجماهير أكثر؟ أكيد كابتن، أعتقد أن العوامل المتسببة يعني في هذا العنف على المستطيل الأخضر لديها عدة عناصر. يعني الإعلام يعتبر له دور كبير في هذا الشحن، لأنه كما يسمى الشحن الإعلامي عندما يكون، يعني أعطيك مثل يعني قائم بحد ذاته، هنا في فرنسا هناك بعض الوسائل، وسائل الإعلام المتحيزة لبعض النوادي، وهذا الشحن يعني من خلال التحليلات، ضيوف يقومون يعني متعصبين يعني لنوادي معينة يقومون بهذا الشحن الإعلامي، بإضافة هذا يعني هذا العنف غير المباشر في إعطاء هذه القوة، قوة العنف لدى المشجع، ربما عندما تقوم باستخدام أو استخدام محللين كمدربين قدامى في هذا النادي أو لاعبين قدامى، هؤلاء يعطون دفع قوية ويعتبرون يعني كلامه كقرآن منزل لدى المشجع. جميل، هلا شكرا ليلى، راجعين لك أكيد، مكملين معكم مع الهوليغانز وعالم الشغب المزعج والمريض خلينا نسميه. وقفة قصيرة راجعين. هلا بالربع، يمكن أقرب حادثة شغب حصلت من كم من شهر في إندونيسيا، راح فيها أكثر من 125 قتيل، شيء محزن جدا. ناس راحوا يشاهدوا مباراة في لعبتهم المفضلة ترجع جثثهم لأهاليهم، فعلا مأساة وتتكرر على مر التاريخ. بنروح لعفرة الجول ونتعرف معها على أشهر الحوادث. تفضلي عفرة. صحيح كابتن لطفي، 125 قتيل نتيجة للتدافع بمأساة دموية لبلد لا يهتم بكرة القدم، هذا رقم ليس بالهين. على كل حال في قصص كتير رح حاول اختصر أبرزها. عام 1968 وقعت واحدة من أكبر الكوارث في التاريخ بأشهر ديربي بالأرجنتين بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، راح ضحية هاي المباراة 71 شخص معدل أعمارهم 19 عام. بإيطاليا أعنف الهوليغنز هن مشجعي نادي روما الإيطالي، بمباراتهم مع لاتسيو عام 79 تسببوا بمقتل رجل نتيجة إصابته بشظية نارية في عينه. في نهائي أبطال أوروبا عام 1985 حصلت مصادمات بين جماهير طرفي النهائي ليفربول ويوفنتوس، وتطور الموضوع لهجوم جماهير ليفربول على مدرج الجماهير الإيطالية ليسقط 39 قتيل. ويمكن الحادثة الأعنف كانت في أبريل عام 1989 بمباراة ليفربول ونوتنغهام فورست في نصف نهائي كأس الاتحاد على ملعب هيلزبورو اللي كان صغير جدا، وبسبب العدد الهائل للجماهير توفي 97 من مشجعي الريدز نتيجة تدافعهم على السياج الحديدي المحيط بالملعب. برجع للكابتن لطفي. شكرا عفرة. إيهاب، في مشجع إنجليزي في ليفربول حكى أنه بعالم كرة القدم إما تكون الصياد أو الفريسي، ما في إشي اسمه تشجيع مثالي، عشان هيك اختار هو، يعني بيحكي عن حاله، اختار إني أكون الصياد، تحس أنه مجنون. أنت برأيك من وين جايبين هاي الأفكار؟ الأول فعليا صار المشجع وكأنه بمرحلة من المراحل المشجع هو بيحمل رسالة أو بدافع عن الموضوع وبدافع عن مدينته وبدافع عن فريقه، فأصبح هو بده يقاتل من أجل هذا الشيء اللي هو بيحمله أكثر من مجرد أنه هي 90 دقيقة أو هي نتيجة مباراة. صار الموضوع هو تحدي لإثبات الذات، يعني حتى بما أنه إحنا نتحدث أنه هم الأبرز الإنجليز، ففي إحدى السنوات كان هناك عدة عروض أبرزها من ريال مدريد لستيفن جيرارد، بتذكر كان هناك تهديد علني من جمهور ليفربول لستيفن جيرارد بإحراق منزله وبالتهجم عليه إذا ما قرر مغادرة ليفربول. فأصبح هذا المشجع عندما قال إما أن تكون الضحية أو أن تكون الصياد، هون فعليا هو بيقصد تماما ما يتحدث، وكأنه يعني فعليا الجمهور الإنجليزي، لأنه بنشوف بأنه المشجع على المدرج منقسم لعدة أقسام صراحة سريعا حتى لا أطيل، إنه في مشجع
هذا ما عنده التعصب وما عنده التشجيع الكامل للفريق، فهو جاي ليستمتع بكرة القدم. لكن المشجع اللي بيكون ألتراس ورابطة مشجعين وتحديدا اللي بيكونوا خلف المرمى، هذول لا، هذول مش ممكن يعني تصنفهم كمشجعين، هذول متيمين بفريقهم، هذول هم الهوليكانز، هذول هم الألتراس، هذول هم اللي دائما بيكون عندهم مشاكل لأنهم متعصبين للفريق اللي جاي يحضروا له، لفريقهم اللي بيعني لهم أكثر من مجرد فريق. بالتأكيد أخي هاب. طب يعني بدي أروح لليلى، هل ممكن نقترح أن يكون في طبيب نفسي مثلا نعالج هذول الناس، ولا حل أفضل وجذري يمكن أنه نثقفهم نفهمهم نعلمهم قوانين الكرة ومبادئها حتى يقدروا لما يكونوا موجودين في الملعب ما يشعروا أنه مقهور لأنه يجهل القانون وغير مطلع وبالتالي يتماشى ويتساير مع اللعب؟ أعتقد أن يجب تحليل هذه الظاهرة على جميع الأصعدة. ما هو السبب الرئيسي في هذه الظاهرة؟ هل بسبب المشاكل الاقتصادية التي يعيش هذا المشجع في بيته بسبب انعدام العمل، بسبب الظروف القاسية، التربية الأسرية التي تلعب دور كبير في هذا المجال، العامل الاقتصادي؟ ربما هذا المشجع اليوم عنده كبت في كل هذا في المجتمع خارجاً ليحاول أن يترجمه على أرضية المدرجات، لذلك التحليل النفسي غير كافي. يجب أيضا القيام بقوانين صارمة للردع. نتحدث عن مشجع متيم بفريقه، يصعب عليه عدم مشاهدته أو مشاهدته على التلفاز، يصعب عليه عدم دخول أرضية الميدان، لذلك يجب مثلا وضع لافتات كبيرة بالعقوبات التي يمكن أن يتعرض إليها هذا المشجع في حال القيام بأعمال شغب، بأعمال عنف، أيضا إصدار مراسيم وقوانين قاسية يعني اتجاه حتى النوادي، كما تحدثت كابتن مثلا حدث في إنجلترا أعتقد في 2005 عندما قرر يعني حرمان جميع الأندية الإنجليزية من المشاركة. كل هذه الأمور يجب القيام بالدراسات عميقة جدا من أجل الوقوف على هذه الظاهرة، لأن هذا يعني العنف في الملاعب أو الشغب هو عبارة عن ظاهرة مكتسبة، ليست ظاهرة تنمو في الإنسان. تمام ليلى، أنا بدي أتوقف عند نقطة مهمة تحدثت عنها، موضوع العقوبات وتشديدها، بما أنه الهوليغانز الإنجليز مصنفين الأعنف في عالم المستديرة، كان لابد من ردة فعل قوية بعد سقوط ضحايا من جماهير اليوفي أمام ليفربول في استاد هيسل، لأنه وقت الموضوع تطور لدرجة احتجاج دبلوماسي إيطالي شديد اللهجة، وهون تدخلت المرأة الحديدية مارغريت تاتشر لتغليظ العقوبة على الهوليغانز الإنجليز. إيش العقوبات اللي فرضت بعد ذلك؟ الجواب عند محمد سعد. حظر الكرة الإنجليزية من المشاركة أوروبيا قد يكون أحد أكثر التشريعات صرامة بحق الهوليغانز، والحظر ليس سنة أو اثنتين ولكن لمدة 5 سنوات. كان الفضل بإنزال هذه العقوبة لرئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر. أما الفريق الإنجليزي الذي تأثر بشكل أكبر من العقوبات فكان ليفربول بعد كارثة ملعب هيسل في بلجيكا 1985، والعقوبة كانت حرمان جماهير الريدز من مؤازرة الفريق لمدة 9 سنوات في جميع المسابقات محليا وإقليميا. إلى جانب الحرمان كان في عقوبات بالسجن تتراوح بين 1 و5 سنوات، وأحيانا الحرمان من مؤازرة الفرق وسفر معها خارج إنجلترا، حتى أكيد مجانين الملاعب والمهووسين بيحولوا الفرحة بالفوز لدمار. بدي أروح للضيوفي وأتحدث عن حادثة استاد هيسل. ما كان في مجال إلا يكون في عقوبات، بتحس أنه العقوبات كانت على جماهير ليفربول رادعة، خصوصا أنها تكررت أكثر من مرة، مثل ما تحدثت بأنه العقوبة بالحرمان من مرافقة الفريق هو الحل الأسهل بالنسبة للاتحادات المحلية، بالذات إذا كان هناك يعني في حالات شغب وفي إصابات وفي قتلة، هو الحل الأسلم وهو الحل الأسهل بالنسبة للدولة أو الاتحاد المحلي بحرمان الجماهير من مرافقة الفريق. لكن أن تجبر مشجع على الحضور للملعب
وعدم التعصب هذا وعدم التشجيع بالتعصب كمان، هذا أمر يعني مش بليد بكل تأكيد. الأهم هو أن يدخل المشجع إلى أرضية الميدان ويخرج من مدرجه وهو بصحة وعافية وسلامة المشجع دائما أولا، وهي الأهم، حتى لا تنعكس بشكل سلبي لا سمح الله حتى على المباريات وحتى على فريقك الذي تشجع. فما يحدث في إنجلترا والأرجنتين وبوليفيا والبيرو وأستراليا وما حدث، كل هذا الأمر يعني حدث لأنه إحنا بنعرف أنه في تعصب أعمى، ما في هذه الفكر الكروي اللي ممكن أنت تبحث عنه صدوف عند هذه الجماهير، هي فقط تتعصب لفريقها، هي فقط ترى بأنه هي داخل على ساحة حرب مش داخل على المباراة. حتى في المدرجات بنشوف تصرفات في المدرج يعني تختلف عن تصرفات مشجع حضر إلى الملعب ليتابع مباراة، فهو بكل تأكيد احنا بنتحدث عن يعني تعصب وبنتحدث عن فوضى فكرية في موضوع التشجيع ومتابعة مباريات كرة. بالتأكيد كابتن إيهاب، لكن بحس ليلى كأنه الشرطة الأوروبية بتنصاب أجهزتها بحالة من التحفز ولا الخوف، مش عارف شو أسميها، لما بيستقبلوا المشجعين الإنجليز على أرضهم. أكيد، والدليل على ذلك أنه عندما تكون دربيات قوية وكبيرة ومعروفة يعني بخطورتها يتم تجنيد أعداد كبيرة من رجال الأمن، ورغم ذلك في حالة حدوث أعمال الشغب يصعب عليهم التحكم في هذه الحالات يعني الصعبة. أود فقط كابتن أن أشير إلى نقطة مهمة جدا الخاصة يعني بالتعصب، لو بقينا في التحدث عن الهوليغانز في بريطانيا وإنجلترا مثلا، أقول أن ممكن عن يعني عوامل يعني بإمكانها الرد، إذا تحدثنا كابتن عن مثلا الدربي الذي يحدث يعني بين كمثال مثلا نيوكاسل وسندرلاند، يعني المشجعين يعني هذا الدربي قوي يعني ترجع جذوره إلى القرن 17 بسبب حرب أهلية بين البرلمانيين والملكيين، يعني هذا بمعنى أن السياسة قد تلعب دور أيضا في هذا العنف الرياضي. طيب ليلى، أنت مقيمة في فرنسا وأكيد بتعيشي بتتابع مباريات كرة القدم، قارني لي بصورة سريعة الشغب بفرنسا بعد المباريات الكلاسيكو أو الديربي وبين إنجلترا. ربما أحسن مثال يعني كابتن ما حدث في 2020 يعني في مباراة جمعت بين الدربي باريس سان جيرمان ومارسيليا، يعني كانت هناك أعمال عنف كبيرة، حتى أن هناك كان هناك طفل تعرض إلى ارتداد في رأسه وإلى إصابات كبيرة جعلته يصل حتى إلى غرفة الإنعاش بسبب الشغب الذي حدث على في المدرجات، بسبب رمي الكراسي، بسبب كل هذه الأمور. أعطيك مثلا آخر، مثلا كانت هناك مباراة يعني بين فريق ليون وفريق مارسيليا، وبعد ذلك بسبب الأحوال الجوية ألغيت هذه المباراة، وكان يعني المشجعين في طريقهم فقط، وتمت الشجارات يعني في الطريق، لم تتعدى، لم تصل إلى الملاعب، لم تصل أيضا إلى المدينة، في حدثت خلال توقف لوقت الراحة في الطريق السريع. يعني الشغب لديه عدة أنواع. بالتأكيد ليلى، يعني للأسف الشغب مزعج ومدمر، وطريقة التفكير هي اللي بتغير دائما. الناس تنظر للمباراة، الجمهور اللي بيروح يشجع بيشجع كجمهور نادوي وليس رياضي، ولا يرى الفوز إلا من خلال فريقه، وهذا اللي بيخلي الشغب يزيد في ملاعبنا الرياضية. بدي أشكر من فرنسا الإعلامية الرياضية ليلى قري، شكرا جزيلا لك، ومن فلسطين الناقد الرياضي إيهاب ومرخية، شكرا جزيلا كابتن إيهاب. تعالوا أحكي لكم قصة كرة القدم قبل الميلاد وإيش اللي بيحكي الناس اللي أرخوا للعبة. بعض المراجع كانت بتتكلم عن لعبة بتشبه كرة القدم بمارسها الصينيين 2500 سنة قبل الميلاد. اللعبة كان اسمها سوتشو، وكانت بتعتمد على ركل لفائف من جلد الحيوانات مربوطين مع بعض بخيط وبشتوها برجليهم، وهي كانت أول لعبة تعتمد على الركل، وكانوا بيقدموا الولائم للفريق اللي فائز وبروحوا جالدين الفريق المنهزم. وبتعتبر مراجع أخرى أن لعبة كرة القدم انعرفت في اليابان وكانت تسمى باسم كيماري، هالحكي من 14 قرن، وبعدين أجا الإغريق والرومان وابتكروا لعبة مشابهة للعبة الصينيين وبتعتمد أيضا على الركل ولكن باستخدام أجسام كروية الشكل، وعرفت باسم كالتشو. أما كرة القدم اللي بنعرفها بأيامنا الحالية فهي يا سادة إنجليزية بامتياز. مع السلامة.